ازيكم؟ فيديو النهارده هعمل لكم فيه ريفيو عن الاسبونج دي بتاعت ازاله الميك اب. انا حاطه اهو ميك اب دلوقتي، هقوم ابلها وهنرجع نمسح الميك اب مع بعض ونشوف بتمسح كويس ولا لا. طيب انا اهو بلتها، جبتها وبلتها وعصرتها كويس وجبت المرايه، ويلا بقى نجرب نمسح. اوكي، هي مسحت البلاشر من اول مره بصراحه، يعني بصوا اهو مسح من اول مسحه. تعالوا بقى نجرب فوق العين. فوق العين انا حاطه اي شادو وايلاينر بس. طيب هو اتمسح بس مش اعظم حاجه، يعني تعالوا نشيل الطرحه كده. كده اتمسح بس بعد كذا مره، يعني مش من اول مره. تعالوا نجرب بقى في العين التانيه، برضو مش من اول مره، يعني من تاني او تالت مسحه. اوكي، انا كنت حاطه كونسيلر برضو وباودر وكده تحت عيني، فتعالوا نجرب بقى نمسحهم. يعني كويس. اخر حاجه بقى الروج، هنشوف اول مره برضو ولا بعد كذا مره. تمام، من اول مسحه. كده انا شلت الميك اب كله من وشي. تعالوا بقى اقول لكم تقييمي ليها. بصراحه هي كويسه بس مش اعظم حاجه، يعني مثلا نديها 8 او 9 من 10، وده بالنسبه لسعرها، ان هي سعرها مثلا 40 جنيه. هي تكون مناسبه قوي في الاستخدام اليومي، يعني انت لو بتحطي مثلا روج وبلاشر مثلا كل يوم، او كونسيلر وروج كل يوم، فهتكون منجزه معاكي ان هي تمسح لك الميك اب بشكل يومي بدل ما تستخدمي كل يوم ميك اب ريموفر. وده طبعا عشان اسعار الميك اب ريموفر عاليه جدا والقطن وبتاع، فمش كلنا بنقدر نواصب على ده كل مره. كمان ميزه ثانيه سهولتها، ان انت مش محتاجه ان انت تقعدي بقى وتجيبي ديسكات قطن وتكبي عليها وتمسحي، هي من مسحه تقريبا هتشيل لك الميك اب اليومي. لكن لو عامله لوك ميك اب لخروجه مثلا او لفرح ومناسبه يعني، وعامله ميك اب بقى كتير، لا هتحتاجي ان انت تمسحي اكتر من مره، يعني مرتين ثلاثه مثلا تمشي بيهم على المكان علشان تتاكدي ان انت وشك نظف تماما. يعني انا فوق عيني مشيت تقريبا مرتين او ثلاثه علشان الايلاينر والاي شادو يتمسحوا، لكن في الروج والبلاشر مسحت من اول مره. فبصراحه هي عجبتني وهتنفعني جدا في الاستخدام اليومي، لان انا باستمرار بحط تنت وبحط روج عشان الشغل وعشان التصوير، فبكون محتاجه ان انا حاجه تنظف بشرتي باستمرار. فلا هي عجبتني وكويسه جدا، وكمان بالنسبه لسعرها تعتبر جودتها ممتازه. وبس كده، ده كان الفيديو بتاعنا النهارده. اكتبوا لي في الكومنتس لو عايزين اجرب لكم اي حاجه جديده، وبرده لو عندكم اي اسئله واستفسارات اكتبوا لي في الكومنتس وارد عليكم كلكم. وما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب، وان شاء الله اشوفكم فيديوهات جايه كتير. سلام.